المسلم والمؤمن مطالب بأن يكون صاحب موقف. فالتلون ليس من أخلاق المسلمين، والنفاق أكبر آفة. وإن الله عز وجل ذكر عذاب الكفار والمشركين، لكنه سبحانه وتعالى عندما ذكر حال المنافقين قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق آفة عظيمة وشر عظيم، إذا استشرى في أمة أو في شعب أو في عائلة أو في أي تجمع بشري دمره. والأمة اليوم تعاني من النفاق، ومن النفاق البين في هذا الزمن أن يدعي بعض المسلمين الحياد، أن يقفوا على الحياد، دول عدم الانحياز، يعني حال دول عدم الانحياز، احنا لا مع هذا لا مع هذا، وهذا نفاق، نفاق مغلف بكلمات براقة